تمام 9 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الإخباري من الجزائر الدولية. تستأنف المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في فيينا اليوم الاثنين بعد أشهر من تعليقها، في الوقت الذي يثير فيه التقدم النووي الشكوك حول إمكانية تحقيق انفراجة لإعادة طهران وأمريكا إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وقال دبلوماسي أوروبي إن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق إيران، الصين، روسيا، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستستأنف عند قرابة الساعة الثانية بعد الظهر من نهار اليوم، فيما سترسل الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد في مقال مشترك بصحيفة التلغراف الأحد إن بريطانيا والكيان الصهيوني سيعملان ليلا ونهارا للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية. وقال الوزيران إن الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران. وأضاف الوزيران في المقال أن الحكومة الإسرائيلية ستصبح رسميا شريك بريطانيا الإلكتروني من الدرجة الأولى في محاولة لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية، حيث تواجه الدول في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد على استقبال 3000 إثيوبي يخشى أفراد عائلاتهم المستوطنة على حياتهم بسبب النزاع العسكري الحاد في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت في بيان إن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر بالإجماع للهجرة الفورية ل3000 إثيوبي لهم أقارب من الدرجة الأولى في الكيان الصهيوني، ويعتبر أو يعتبر هؤلاء الإثيوبيون الذين سيتم استخدامهم باسم لم شمل الأسر من طائفة الفلاشة التي تقول إنها تحولت قسرا إلى المسيحية وتدعي أنها متحدرة من يهود إثيوبيين. أكد ناشطون مغربيون الأحد بمنع السلطات وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها بالعاصمة الرباط ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. كانت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين وهيئات أخرى قد دعت إلى الوقفة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة الأناضول عن ناشطين قولهم هذا المنع يسيء لتاريخ المغرب المدافع عن فلسطين والقدس، خاصة أنه يتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين. وجاءت الدعوة للوقفة في أعقاب زيارة أجراها وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس إلى المغرب الثلاثاء، استمرت يومين، هي الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب أن زاروا الرباط. قال وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة إن الجزائر تشعر بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف العمامرة في لقاء مع جريدة القدس العربي أن بلاده تسعى للم شمل العرب في مؤتمر القمة القادم للوصول إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 ودون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق التطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف العمامرة أن الجزائر تشعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كانت الجزائر ترسل قواتها لقتاله مع الأشقاء الحرب بعد أن أصبح على حدودنا ويوقع اتفاقات عسكرية وأمرية واستخباراتية مع الجار والأخ والصديق.
شهدت الأراضي اللبنانية صباح اليوم الاثنين إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. كما شهد الجنوب اللبناني هو أيضاً إقفال الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند دوار السعودي باتجاه النجمة في صيدا بالاتجاهين. قتل 22 مدنياً الأحد في هجوم شديد على مخيم للنازحين في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أقل من أسبوع على هجوم مماثل خلف قتيلاً في مخيم مجاور وفق ما أفاد أو خلف 29 قتيلاً في مخيم مجاور وفق ما أفاد به الصليب الأحمر المحلي. وحمل مامبو بابو مانسي منسق الصليب الأحمر في ديجوغو عناصر ميليشيا تابعة لما يسمى بتعاونية التنمية الكونغو كوديكو مسؤولية الهجوم من جهته. أفاد المتحدث باسم الجيش في المنطقة جول نغونغو بأنه تم صد المهاجمين المنتمين إلى كوديكو من دون أن يدلي بتفاصيل عن الحصيلة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الأحد أن الكريملين يأمل في عقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر إن التاريخ لا يزال غير معروف أو غير معروف، نحن نأمل أن يتم التواصل بين الزعيمين قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متوترة بسبب العديد من القضايا من بينها اتهامات لموسكو بحجز قواتها على الحدود لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو نفت ذلك. ختام هذا الموجز ألقاكم على رأس الساعة بحول الله، والسلام عليكم.